رحمه الله، الله يسلمك بارك الله فيك. يعني قلنا يعني غني عن التعريف في الحقيقه، وشفنا اليوم في المعرض كاين كتبه بزاف، وانا شخصيا شريت كتاب، كتاب عنوانه ميلاد مجتمع. ما شاء الله. ميلاد مجتمع يعني، وطلعت عليه بعد حين، يعني كتاب رائع. وعليكم السلام. مالك بن نبي est un penseur algérien. Né le 9 né en 1905 le 1er janvier 1905 à Constantine. Et il est mort en octobre 31 octobre 1973. أعرف أنه مفكر جزائري في المستوى حسب رأيي على كل، ولكن لم أقرأ كثيرا عنه. مالك بن نبي هذا ما نعرفوش. مالك بن نبي كاتب ومفكر مصري على ما أظن. بسمو مالك بن نبي هذا شاعر. مالك بن نبي الله يبارك وبعد نسقسيو عليه. مالك بن نبي غني عن التعريف في الجزائر وفي العالم الإسلامي، وهو مفكر جزائري وفيلسوف ومهندس في الكهرباء، وأفكاره شملت كل مناطق العالم الإسلامي، وهو من أكبر المفكرين. مثلا عندما يتكلم عن الحضارة و يتكلم عن كيفية نشوء الحضارة، إذا اجتمعت عواملها الثلاثة أو الأربعة كما يذكرها هو، وهي الإنسان والأرض والتراب والمعادن وكل ما يتعلق بالجانب المادي والفكري والإنساني. مالك بن نبي هو كما يقال هو مفكر جزائري، لكنه نسي في الجزائر ثم احتضنته يعني مؤسسات فكرية عالمية، سواء يعني دور نشر أو غيرها، حتى مفكرين كبار للأسف. يعني الحق مالك بن نبي معروف، هو مفكر جزائري من مدينة تبسة، وولد سنة يعني هو توفي في 31 أكتوبر 1973، ومعروف بكتاباته حول أساسيات الحضارة، حضارة أو الفكر الإسلامي بصفة عامة والفكر الجزائري بصفة خاصة. مالك بن نبي هو مفكر جزائري اشتغل على مشكلات الحضارة في العالم الإسلامي، وكان عنده أخذ المجتمع الجزائري كتجربة، حللها من كل النواحي خاصة القابلية للاستعمار، وحاول أن يجد لها حلول مبتكرة تدعو إلى التقوي والاستزادة بالعلم والقضاء على جذور الاستعمار الفكرية والاستخلاص نحو الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية ولصناعة مجتمع مسلم قائد يكون رائد في هذا العالم. مالك بن نبي المفكر الجزائري العظيم، مفكر جزائري عظيم، ربما أقل ما يقال عنه أنه عظيم جدا، لكنه مهمش في بلده، حتى ربما أنك إذا سألت أحد الجزائريين من هو مالك بن نبي قد يستغرب حتى في اسمه، لأن اسمه ربما لا يظهر جزائري. الكثير يجهل أعمال مالك بن نبي الذي تحدث عن مشكلات الثقافة والوعي والتحضر وكيفية تغيير المجتمع من منظور وآخر. ماليزيا على سبيل المثال تبنت فكر مالك بن نبي في نهضتها الأخيرة. انظر الآن، يكفينا أن ننظر ونقارن بين ماليزيا والدول العربية عامة. فكر ربما اليوم أكثر القراء أو معظم القراء، إن لم أقل جلهم، يتجهون إلى الروايات ولا يتجهون إلى كتب الفكر. وأنا أنصح كثيرا بقراءة كتب مالك بن نبي. طبعا على فكرة مالك بن نبي في سيرته عندما ارتحل إلى العاصمة، وهو ابن مدينة قسنطينة طبعا، عندما ارتحل إلى العاصمة كان يسكن في مكان بالقرب من محطة القطار،
وكان القطار دائما في إزعاج له، يعني كان ينام 4 ساعات فقط. يعني لو كان نشوفه الآن إنسان آخر في مكان مالك بن نبي لا أتى بحب يعني بإعذار، يعني ما يروحش يرقد يبدي يهضرك شغل مانيش نرقد من محطة القطار. لكن شوف طريقة مالك بن نبي في يعني استغلال الوقت، بدل أن يلعن الظلام ممتاز. مالك بن نبي من المفكرين القرن العشرين، حتى أنه ألف شاهد على القرن، يعتبر يعني من أحسن الشهود على هذا القرن الذي أراد أن يغير حاله، وخاصة أنه وظف القرآن الكريم في الظاهرة القرآنية، وأراد أن يرتقي المسلمون إلى درجة هذا الكتاب الكبير لحتى يحقق النهضة، ولذلك ألف شروط النهضة. ويعتبر فكر مالك بن نبي من الأفكار أو من الفلسفات أو إن صح التعبير النظريات القابلة للتطبيق جدا إن أخذ بها المسلمون، ولذلك فقد تبناها بعض المسلمين هنا وهناك، وقد أثمرت هذه الأفكار، ولا تزال هي محل دراسة ومحل بحث، ولكنها أكثر من ذلك هي بحاجة إلى التطبيق في أرض الواقع لكي يحقق المسلمون نهضتهم المنشودة. مجموعة من المؤلفات شريت كما هذا، شريته ميلاد مجتمع، كان شت واحدين بصح نسيت هذا اللي شريته، الاخرين نسيتهم مانيش حافظهم. ما عنديش فكرة عليهم. سي بار رابور او بروبليم دو سيفيليزاسيون اون جينيرال. ما عنديش اسماء، ما حضرتليش الاسماء، انا قريت ما قريتش عليه بزاف، ما عنديش، ما حضر لي والو درك يعني. صح. ما عرفش عناوين تاعو، باسكو قريت عنوان مي ما شفتش العنوان اكزاكت. والله لا اذكرها، لا اذكرها، رغم اني قرات اجزاء منها، ولكن لا اذكر العناوين بالضبط. عنده فكر كبير لازم نقراو بلوس دافونتاج ونهضروا عليه بلوس باش نعاود نحيو الفكره تاعو. انا تبالي لو كان فكر مالك بن نبي يدرس في الجامعه، يعني كي يدرس فكر مالك بن نبي في الجامعه نقدروا نطبقوا فكر مالك بن نبي. المثقفين يديروا محاضرات يذكروا المؤلفات نتاعو والافكار نتاعو، هذه هي بالمحاضرات يعني بالدرجه الاولى، هذه هي. وفي المدرسه طريقه سما كيفاش استراتيجيه، الله اعلم، ما عندي فكره. هو عنده مجموعه هامه من المؤلفات، نبتدئها بالظاهره القرانيه، مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، وعندك مشكلة الثقافة، وعندك وجهة العالم الإسلامي الجزء الأول والجزء الثاني على ما أظن صدر في 2012، طرح فيها المسألة اليهودية. عنده سلسلة من الكتب، هو يعتبر هو مهندس حقيقة، مهندس تقني، عاش في فرنسا، كان يكتب كتاباته بالفرنسية، بعد ذلك كتب بعض الكتب باللغة العربية، وترك وصية يعني لأحد يعني الأشقاء السوريين أما أعتقد أو اللبناني، فترجمت كتبه إلى العربية، وأنا الحمد لله بفضل الله قرأت يعني عدد لا بأس به من كتبه. أولا مشكلة الفكر في العالم الإسلامي، وعنده فكرة كومنولث يعني أيضا، وكتاب آخر يعني لا يحضرني عنوانه، ولا هي سلسلة الحضارة، وعنده مشكلة الحضارة يعني مشكلة الحضارة، هذه يعني من أفضل الكتب التي كتبها. قلت مؤلفاته كثيرة، منها شروط النهضة ومشكلة الأفكار في العالم الإسلامي، وأيضا لبيك حج الفقراء وميلاد مجتمع والقضايا الكبرى كلها تدور حولها. طبعا عنده كثير من المؤلفات، منها مشكلات الثقافة،
أيضا تأملات، كتاب رائع جدا. هناك كتاب آخر، مؤلفات مالك بن نبي كثيرة وعلى رأسها شروط النهضة وشاهد على القرن وكذلك الظاهرة القرآنية وكثير من الكتب في هذا يعني التي هي في الحقيقة بحاجة إلى ملتقيات ودراسات ومعاهد وجامعات لكي تدرس لكي تطبق في أرض الواقع إن شاء الله. أحسن والله ممكن تطبيقها في الواقع الجزائري بكل سهولة. يعني المهم يكون أول حاجة هي الإرادة بمختلف أنواعها، ثم بعد ذلك توفر العوامل قيم الحضارة كما يتصورها ابن نبي وهي متوفرة. فاحنا عندنا في الجزائر الأرض والثروات والواجهة البحرية والمجال الجوي والأرض والغابات وما تحت الأرض من معادن وموارد طاقوية وكذلك الإنسان الجزائري. نحن نعلم أن عندما استقلت الجزائر كان سكان الجزائر حوالي 10 ملايين والآن رانا 43 مليون، معناها 33 مليون جزائري، يعني عمرهم 40 و50 سنة، يعني طاقة هائلة. هي عموما هو قال أنه فشل في تجسيد أفكاره، لأنه لما يستطيع أن يطبق نظريات يحولها إلى واقع ملموس، وأظن أنه غيره جسد مشاريعه كالأخر كعبد الله جولن في تركيا. والفرق ما بيناتهم أنه كان عبد الله يقول ينطلق من تشكيل شبكات، أما أستاذنا والمفكر الكبير مالك بن نبي كان طارح للأفكار، ما عندوش عقلية تشكيل الشبكات. أولا فكر مالك بن نبي ليس فكر تنظيري، هو في الحقيقة هو فكر عملي وتطبيقي، يعني أفكار وأترك لنا إرث. والشيء الذي نأسف عليه أن الجزائريين لا يعرفون علماءهم حتى يعني ينتقلون إلى العالم الآخر أو يعرفوننا الآخرون على علمائنا نحن. هذه الفكرة الأولى. الفكر مالك بن نبي كان يحاول أن يرفع من الوعي الإنسان الجزائري أو العربي أو الإسلامي بصفة عامة. كيف يرفع من وعيه؟ عن طريق يعني التركيز على الأفكار. هو يقول في فلسفته مبنية على ثلاث يعني محاور أساسية. المحور الأول هو يعني يقول هو مشكلة الأفكار، يعني عندنا مشكلة أفكار، ويقول أيضا مشكلة الأشخاص، يعني ومشكلة يعني يقول لك العالم يركز على الشخص لا يركز على الفكرة. هو فكره يركز على تغيير الأفكار، يعني يقول إذا غيرنا الأفكار يتغير الواقع نتاعنا ويتغير الأشخاص. يتغير عالم الأشخاص. ويقول هذا العالم المحور الآخر هو عالم الأشياء، يعني فهو يعني محور ثالث. هذا السؤال صعب 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 جدا. حتى نطبق هذا الفكر ينبغي أن تتحد جهود مؤسسات يعني كثيرة وعدة جهات، لا يكفي أن تأخذ جهة واحدة على عاتقها أو تتحمل هذه المسؤولية الكبرى. لا بد أن تتحد وتتضافر كل جهود مؤسسات الدولة والمفكرين والكتاب، لا بد أن ينهضوا بكتاباتهم وأفكارهم، ثم تأتي المؤسسات التربوية والاجتماعية، ثم أيضا لا بد أن تكون هناك سلطة ورجال أعمال حتى يبلوروا هذه الأشياء من واقع أو من حالة الفكرية إلى الواقع يعني الملموس والمادي. إن شاء الله هكذا، إن شاء الله
يتجسد هذا الفكر الذي أراده العلامة الجزائري مالك بن نبي. ممتاز. مالك بن نبي جزائري طبعا، وتحدث من منظور جزائري، لكن يحتاج كتب بن نبي تحتاج إلى تحليل وتعمق كبير جدا. ربما ما ينقصنا هنا في الجزائر أولئك الكتاب الذين يتطرقون إلى مؤلفات مالك بن نبي من منظور وآخر، يعني مفكرين، لازمنا مفكرين جزائريين يستغلوا هذه الفرصة العظيمة جدا لامتلاكنا جوهرة فكرية مثل مالك بن نبي. تطبيق التغيير طبعا سيكون كما قال المهاتما غاندي، كن أنت التغيير الذي تريد أن تراه في العالم. طبعا أولا قراءة كتب واستنتاج ما يمكن استنتاجه من كتب مالك بن نبي أولا. ثانيا لازمنا أيضا دراسة اجتماعية للمجتمع الجزائري، كيف نطبق فكر مالك بن نبي على المجتمع الجزائري للتغيير أولا، لأنه تحدث كثيرا عن مشكلات الثقافة، مشكلة الهوية الجزائرية. طبعا يعني ما عندناش احنا مشكلة في الهوية الجزائرية، لكن الاستعمار الفرنسي طبعا عنده تأثير كبير جدا على الهوية الجزائرية وأيضا الكثير من الأحداث التي مرت على الجزائر. لذلك أولا كبداية أولا علينا أن نعطي اهتماما فائقا لقراءة أفكار وكتب ومؤلفات مالك بن نبي. هو الحقيقة أن لكي نطبق فكر مالك بن نبي يجب أن نخرجه من ظاهرة على أو من نخرجه من نطاق على أنه مجرد رأي رجل، فيجب أن تتبناه دولة، تتبناه مؤسسات لكي يطبق. أما أنه هكذا فقط ليوقع يعني كتبه تبقى في الرفوف لتدرس أو ليزين بها البيوت فلا مجال لتطبيقها. المجال لتطبيقها إذن يجب أن تتبناها مؤسسات رسمية حتى تجسد في الواقع، لأن هذه النظريات لها آليات، وهذه الآليات ليست بأيدي الأفراد وحدهم، بل هي بأيدي مجتمع الذي على رأسه مؤسسات. مرحبا بكم وشرفتونا يعني كقناة أنيس، يعني هذا أنس إن شاء الله يكون أنس للشعب الجزائري خاصة وللأمة الإسلامية بصفة عامة. شكرا لكم على هذه الفرصة. يعني طب تحياتي لأهلي وولادي إن شاء الله. السلام عليكم.